لولا الماء ما صار الطحين خبزا، لولا الروح ما أصبحنا سكن الله. الروح يجمعنا قالوا عيلت وقتم بنتي لخصدت ملك وشما يونو حاسولي خلدة احتيتلو ملك وشما يونو حاسولا خلدة طينا ببداية هالقداس بحب نتأهل بعائلة كاريتاس برعايتنا، نتأهل بأبونا بول كرم رئيس رابطة كاريتاس، أبونا بطرس عزار أمين عام المدارس الكاثوليكية، وأبونا رولومراد منسق الأقاليم. هن على رأس هالعائلة، عائلة كاريتاس المعطاءة اللي بتحب الناس، اللي بتروح عند الناس، يلي هي إيد المسيح اللي بتعطي واللي بتكون حد الإنسان. اليوم رح نقدم هالقداس عن نيتها، عن نيت كل العائلة، المسؤولين والأشخاص من الصغير للكبير، من اللي بيكون على الطريق عم بيلم المال، أو الأشخاص يلي عم بيعدوا، أو أشخاص عم بيوزعوا، أشخاص بالبيوت، أشخاص بالمكاتب، كل هالعائلة اليوم بدنا نصلي لها تحتى ربنا يكون دايما معها، تحتى دايما تعلمنا العطاء. آمين. مرخمور المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. يا ربنا يسوع المسيح، يا من ظهرت في عمادك الإلهي على نهر الأردن وبينت أنك من جوهر طبع الآب والروح القدس، أنر عقولنا وقلوبنا في ذكرى دنحك العظيم، وقدسنا بحلول روحك، وأهلنا أن نعيد لك عيد الأنوار، فنمجدك ونشكرك وأباك وروحك الحي القدوس لآنا وكل آن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض سلام ورجاء صالح لبني البشر. افتح اللهم شفتي حتى يميل فؤادي إلي. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام ورجاء صالح لبني البشر. برخمو ربون لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الواحد الذي دوى صوته من السماء وشهد لابن الحبيب، وإلى الابن الواحد المسجود له الذي أشرق على النهر وقبل العماد من يوحنا السابق، وإلى الروح الواحد القدوس الذي ظهر فوق رأس الابن مشيرا إليه. برخمو ربون
الصالح الذي له المجد والإكرام في مساء هذا اليوم المبارك وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. بدنحك تفرح الأرض يا ابن الله، وبيوم عمادك تهلل الشعوب والأمم. يا من أشرقت علينا من حضن الآب وقدست لنا المعمودية، يا بيعة الشعوب أذيعي مجد ابن الله المتأنس الذي اعتمد لأجلك في الأردن، واهتفي له. تباركت أيها المسيح، يا كلمة الله، يا من بإرادتك أخليت ذاتك واتخذت صورة إنسان وأعطيتنا عربون الحياة في مياه العماد، وقدستنا وجعلتنا ورثة ملكوتك. نسألك الآن أيها المسيح على عطر هذا البخور، قدسنا بدنحك العظيم، اخلق فينا قلبا جديدا، واجعلنا أبناء جددا لأبي، واسكب الغفران على رعيتك وعلى جميع العاملين في كاريتاس لبنان. فنسجد لك ونمجد أباك ونشكر روحك القدوس إلى الأبد. تعمدت في ماء الأردن، عمدنا بالروح القدس والنار. يا من تعمدت في ماء الأردن، عمدنا بالروح القدس والنار. إذا تصلب قلبي تعال إلي بعصف من الأناشيد، وإذا أعمت الشهوة وعقلي بالوهم والغبار، تعال إلي أيها السالك بالبرق والرعود، بالبرق والرعود. يا من تعمدت في ماء الأردن، عمدنا بالروح القدس والنار. يا من تعمدت في ماء الأردن، عمدنا بالروح القدس. بارخ مراي أيها المسيح كلمة الآب السماوي، يا من صرت إنسانا لأجلنا واعتمدت في نهر الأردن وصرت لنا الطريق والباب نبلغ بك إلى الآب. اجعل نعمتك ورحمتك علينا واقبل عطورنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. قادشات ألوه قادشات، حيلتون قادشات لبيوته، مسيح ودت عمد مني يوحانون اتراحان عليه.
هايل تونو قديشت لمويوتو مشيحو دتامت مني يوحانون اترحم علي قديشت ألوه قديشت هايل تونو قديشت لمويوتو مشيحو دتامت مني يوحانون اترحم علي أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين ما أبهى وجه الفادي بارك اليوم الأموات ضاء ماء العباد من بهك يا ابن الله شعوب واشد الحمد لابن الله وافرحي يا قلوب بارك اليوم الأموات ربي يا من تقبل خدما خدمة الأبرار يا حنون جبناك الأبرار فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا برخم وربون المجد لسيد بولس والرسل والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى عائلة كاريتاس وهذا الجمع الحاضر إلى الأبد يا إخوتي انظروا بأي حروف عريضة كتبت إليكم بيدي كل الذين يريدون أن يبيضوا وجوههم في أمور الجسد هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا وذلك فقط لئلا يضطهدوا من أجل صليب المسيح لأن المختومين أنفسهم لا يحفظون الشريعة بل يريدون أن تختتنوا ليفتخروا بجسدكم أما أنا فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وأنا صلبت للعالم فما الختانة بشيء ولا عدم الختانة بل الخليقة الجديدة وكل الذين يسلكون في هذا السبيل السلام عليهم والرحمة وعلى إسرائيل الله فلا يزعجني أحد بعد الآن لأني أحمل في جسدي سمات يسوع نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيها الإخوة آمين والتسبيح لله دائما هللويا يقدر أن يدخل ملكوت الله ما لم يولد من الماء والروح هللويا أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي السلام لجميعكم
ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال يوحنا الرسول في الغد بعد شهادة المعمدان، رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هذا هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، هذا هو الذي قلت فيه: يأتي ورائي رجل قد سار قدامي لأنه كان قبلي، وأنا ما كنت أعرفه، لكني جئت أعمد بالماء لكي يظهر هو لإسرائيل. وشهد يوحنا قائلا: رأيت الروح نازلا كحمامة من السماء ثم استقر عليه، وأنا ما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني أعمد بالماء هو قال لي: من ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يعمد بالروح القدس. وأنا رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله حقا، والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. هذا هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. إخوتي الآباء الأجلاء، سعادة النائب وسعادة السفير، الإخوة والأخوات من رئيسة الإقليم والمديرة العامة في كاريتاس والمخاتير ورؤساء البلديات، الأحبة أبناء هذه الرعية، بفرح كبير نلتقى بهالقديس اللي هو قديس عائلة كاريتاس، خاصة هالقديس اللي بخلينا نمشي بمسيرة زمن الدنح اللي فيه الكنيسة المارونية بحسب لتورجيتها عم تمشي، خاصة هي وعم تتذكر هالحدث المهم بالتاريخ اللي خلى من رسالة يسوع المسيح تظهر إلى العلن، خاصة من بعد معمودية يوحنا ومعمودية يسوع اللي فيها يسوع المسيح صار لحياته العلنية رسالة مهمة كان قد أعد يوحنا وسهل له طريقة. وأكيد يوحنا المعمدان اللي حمل هالتضحية، التضحية من أجل كلمة الحق وكلمة الحقيقة، واللي كلفته الشهادة، خلى أنه هو يضمحل وينقص ويعلى ويكبر يسوع المسيح، لأنه هو الأساس بكل حياتنا المسيحية. فيسوع هاللي استقر عليه مثل ما بقلنا الإنجيل يوحنا الروح القدس بشكل حميمي، هو يسوع المسيح اليوم عم يرسل كل واحد منا ويقول له: هيدي هي الرسالة اللي أنت مؤتمن عليها، رسالة المحبة، رسالة التضحية، وكمان أيضا رسالة الشهادة. فبالمحبة يسوع بحطنا قدام
حقيقة تاريخية، لبل خليني أقول حقيقة يومية، لأنه هيدي هي الحقيقة اللي بتخلينا ندخل بمعترك التاريخ ونشهد للحق، اللي هي أني أنظر بعين محبة وأتصرف بمحبة وأخدم بمحبة. وهالكلمة منا شعار إلا إذا صار اليوم مجتمعنا عم بحولها إلى سلعة استهلاكية، ونحن خاصة بعد كم جمعة منشوف هالشي برسائل حب وإحمرار بكل المناطق وبالمحلات. بس مش هيدا الأساس. الأساس بالمحبة هو إنها تترجم إلى فعل تضحية حقيقية، وهيدا اللي بتجسده كلمة كاريتاس، المحبة. لأنه المحبة تنحني على حاجات الآخر، والمحبة بتضحي بذاتها كرمال الآخر، والمحبة بتتجرد من ذاتها كرمال تينمى ويكبر الآخر. ومنوها الآخر غير خينا الإنسان القريب منا يمكن منعرفه، والبعيد منا يمكن كمان ما منعرفه. بس الأساس إني أؤمن بعمل المحبة، وخلي هالمحبة تكون هي أساس عملي. وهيدي هي رسالة كاريتاس عملياً. لما منطلع لخينا الإنسان منشوف شو هي حاجاته، ومن هالإمكانيات الصغيرة اللي معنا إياها منجرب نحول له حزنه إلى فرح، كآبته إلى سعادة، ويمكن هيك انعزاله إلى ينضم إلى الجماعة المسيحية والجماعة الكنسية. ومن خلال هالمحبة إخوتي الأحبة، في كتار من الناس عطوا من ذاتهم من وقتهم بعملهم التطوعي المجاني، وخاصة شبيبة كاريتاس اللي بكرة بحملة الصوم من الله راد بتشوفوهم منتشرين على كل الطرقات قدام الكنائس وين ما كان، حاملين شعار المحبة بقلبهم وبوجدانهم، ومجسدين المحبة من خلال هالصندوق الصغيرة اللي بتدعي كل إنسان إنه يعمل عمل تضامني حقيقي مع خيو الإنسان، واللي فيها منكون عم نساعد اللبنانيين جميعاً على مساحة أرض هالوطن ضمن الإمكانيات اللي ربنا بيعطينا إياها، واللي الناس من كرمة وسخاءه بتقدمها، تنكون عم نرجع هيك نمسح بسمة فرح وبلسم فرح على وجوه كتار من الناس. ومش غريب عنكم أبداً هالشعار اللي صرنا كمان منسمعه، شو أنا كاريتاس؟ وكمان صاروا اليوم سياسيين بيستعملوا خاصة بالحملات الانتخابية، وهلأ خاصة بالوزارات صاروا بيشاطروا على بعضهم تيعطوا مين بيعطي من تاني، بيقول له شو أنا كاريتاس أعطيك. إذا هيدي هي المحبة خلينا نترجمها بتضحيات، مش تضل محبة شعار وما حدا بضحي. واللي بحاجة لتضحية هو الوطن، واللي بحاجة لتضحية هو الإنسان، واللي بحاجة لتضحية هو الآخر إن كان بعرفه أو ما بعرفه، لأنه هيدا بيستحق تجسيد المحبة، لأنه من دون هالإنسان ما في أي شيء آخر، حتى وطن ما في من دون إنسان. فإذن هالمحبة اللي عم يدعينا لها يسوع المسيح إخوتي تترجم مثل ما قلت، تترجم بمبادرات. وهالمبادرات علمنا إياها اليوم الرب من خلال الإنجيل لما قالنا هذا هو حمل الله، هيدا صوت يوحنا المعمدان. واليوم الرب عم يرجع يقلنا إياها لكل واحد منا، معناتها أنه ما ننغر بالشعارات اللي أحياناً بتكون واهية. حمل الله معروف وين موجود، حمل الله اللي هو متجسد عبر القربان المقدس، حمل الله هو حضور الكنيسة الفاعلة ضمن شعبه، حمل الله هو من خلال كل إنسان معمد وعم بجدد معموديته كل يوم ومواعيد معموديته مع كل إشراقة شمس تيرجع يولد حقيقة من جديد ويكون إنسان جديد، مش يضل الإنسان العتيق موجود فينا. هيدي هي الحقيقة اللي منتعلمها خاصة من المعمودية المقدسة، لما الإنسان بموت عن إنسانه القديم وبيرجع بيحيا بالإنسان الجديد.
ونحن بحاجة لإنسان جديد بوطننا، بتفكيرنا، بمبادراتنا، بالتزاماتنا، بتعهداتنا، بأمانتنا. هودول منن شعارات، هودول حقيقة إذا منحطها قدامنا منجسدها بعملنا وبكل مبادرة منقوم فيها. وثالثاً، من خلال معمودية يسوع اعتلن سر المسيح لكل الناس، بطل شيء مخفي. مشان هيك هالصوت، هذا هو ابني الحبيب، هذا هو الحمل الله، هيدا صوت منسمعه كل يوم، بس المهم نسمعه مش نتغاضى عنه، لأنه صوت الرب لما بينادي وبدق بقلب الإنسان بكسر له قيوده، بكسر له أنانيته، بكسر له غروره، بخليه يكون إنسان على صورة الله ومثاله. وإلا منكون بعدنا بالإنسان القديم وما تجددنا، خاصة من خلال تجدد معموديتنا. نحن هيدا مش هيدا اللي منتمناه أبدا. اللي منتمناه إنه يكون كل إنسان جديد مع إشراقة كل شمس، إنسان جديد حامل روح جديدة، مبادرة جديدة. وهيدا اللي بيميز الإنسان عن بقية المخلوقات، لأنه خلاق مبدع، دايماً عنده مبادرة جديدة، فكر جديد، بنمي ذاته، بثقف ذاته، بخلي يكون فعلاً هالعقل اللي عنده يكون عقل عم ينتج، مش نوقع بالخمول والكسل لا سمح الله. أمنيتي أحبائي، خاصة من خلال هالقداس اللي فيه مع مبادرة هالإقليم المبارك ومع كل القيمين على هالإقليم، وخاصة كل المتطوعين اللي عم يبذلوا الغالي والنفيس من أجل قضية وحدة فقط لغير، خدمة المحبة، خدمة الإنسان، تجسيد وترجمة المحبة على الأرض، لأنه هيك منكون عم نزرع الفرح وين ما كان. وساعتها أكيد ما بكون حدا زعلان إلا لما بشوف إنه اليأس سيطر على ذاته. نحن بدنا نكون اللي منخلي الإنسان يكون عطول فرحان متجدد بنعمة الروح القدس اللي منخدها خاصة من كلمة الله، واللي منخدها ثانياً من خلال القربان المقدس، وثالثاً ترجمتها بتكون عملياً بالمبادرات اللي مننطلق فيها خارج الكنيسة، تنكون أكثر أنسني، أكثر خلقية، وأكثر شهادة والتزام تجاه الآخر. بنعمة الآب والابن والروح القدس له المجد إلى الأبد. نؤمن بإله واحد. الدهر الآتي آمين. إيت الوط متحيد له والوط له دمحادة اليوت ونبسو الطيب وتخعو للبيت وخوز جود بايك له.
دخلت خمر يودابار وبزادي كوتخ آلفين صلى على إمة المران قالوه قابل قربانه نترحم علي حضن الآب كتل العالم قابلاني حضن العذراء الأم الناقي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخاصفة صرت فوق المذبح كتل البيع هاليلويا وخبز حياة منقدم على مذبحك يا رب رمز عيلتنا كاريتاس عربون حب لإلك تحتى تبارك كل فرد مع كل الأشخاص يلي منقدم لهم محبتنا وتطوعنا وخدمتنا تنضل عطول شمعة مضواية بنور حبك. منقدم على مذبحك الخبز والخمر علامة عمل وتعب الإنسان حتى تباركهم يا رب وتقدسهم ونتقدس نحن كمان بدورنا بحضورك بحياتنا. أيها الرب الإله العظيم يا من قبلت قرابين الأولين اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك أولاء من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم لا سيما الطباوية والدة الله مريم وخطيبها مار يوسف البتول ومار مارون ومار يوحنا مارون ومار أغسطينوس شفيع هذه الرعية والكنيسة ومار نعم طل وجميع القديسين خاصة أبونا يعقوب الكبوشي شفيع رابطة كاريتاس لبنان. اذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة عائلة كاريتاس في هذا الإقليم وفي كل لبنان وخاصة المتطوعين والمحسنين والمستفيدين وكل الذين عليهم تعب والعاملين في هذه الخدمة خدمة المحبة. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. يا أم الله أم الحياة كوني لنا خير صلاة عند الإله نلقى رضا. يا أم الله يا أم الحياة انشر النور يا أم النور في دربنا في قلبنا كي نلقى النور في ربنا. يا أم الله يا أم الحياة.
نافور مار بطرس هامة الرسل صفحة 751 بكتب القداس. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان أملنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لغش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام الأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا إخوتي كهنة المسيح، ولك يا خادم الروح القدوس. طوبى للسعينا إلى ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس لنا وإلى الأبد. آمين. واجب وجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس أنا وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ولنسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقاً إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. كثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم هود قدم حاشودي لمعبد حاي انساب اللحم بدا وقديشوتو وبارخ وقادش واقصويا بالتلميذة وكادومار
سبخوا الملك الخون هنود لتا فغرودي تحلف يكون وحلف ساقيه متقصي ومتيهب حمسو يطحوبي والحاي دلعو لم علمين أمي هو خانو عالكوسو دمزقو من حمرو من مايو بارخ وقادش ويا بالتلميذة وكادو مار سابشتا ومنك الخون هونو دينتا مودي الدياتي قحداتو دحلو فيكون وحلو فساقي متشهد ومتيهب حسو يطحوبي والحاي للعلم علمين أمين وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصية ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا وعضدنا لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين ارحمنا اللهم ارحمنا وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون فيجعل بحلولي هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا آمين فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة
وللحياة الأبدية. آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي وأبانا البطريرك نصر الله ومار بولس مطراننا وعدد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة، ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. يا رب ارحم. يا رب دعوتك لإلنا دايمة إنه يكون قلبنا مضطرم بالحب وإيدينا ممدودة للعطاء وحواسنا جاهزة تصغي وتسمع كل محتاج. أعطينا بقوتك نقدر نلبي هالنداء تنسمع صرخة كل فقير وبكل طاقتنا نكون لإله سند. نسألك يا رب. يا رب بكتير أوقات منمرق بألم وضيق، منكون فقرة بالبعد عنك وروحنا ونفسنا عطشانين لكلمتك، ومنحس حالنا مهمشين وتعبانين وبحاجة لحدا يرجع يمسكنا بإيدنا يشدنا وينتشلنا من فقرنا. عطينا يا رب الرجاء وزودنا بالقوة والصبر والثقة الكاملة بأنه أنت ما بتتخلى عنا. نسألك يا رب. يا رب ارحم. بكل عائلة يا رب سكبت نعمك وبركاتك، أعطينا أنه كل ما نتأمل بظلمة حياة البشر نشكرك على كل نعمة عم نعيشها بحياتنا، مادية كانت أو روحية. نتقبل وضعنا ونعيش بقناعة وننفتح عغناك الكنز الحقيقي لإلنا. نسألك يا رب. يا رب ارحم. يا رب نذكر كل الأشخاص يلي غادرونا لبيتك السماوي، ومن خص بالذكر يلي انتقلوا وحدهم ما كان حدا حدهم أو ما حدا عرف فيهم، كما ومنذكر الأنفس المنقطعة يلي حتى بموتها ما عندها حدا يصلي لها. أعطينا أنه نذكرهم دايماً بصلاتنا، ومنطلب منك مغفرة خطاياهم وراحة نفوسهم تيكونوا معك ويفرحوا بغنى كنزك ومحبتك. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. اجعل يا ربي ذكراً صالحاً لأبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنهم ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. هيمنا نقاربنا نحكمنا نكرسينا نكرستيا هودي لحموش ميون وفغري ملتو ألوه حايو وكوسو تفركون وتوديتو رشمنا مجمورتو حسنين مليات روثي من روم يكفر عنا كما قد فدانا بنوع عجيب أما قد تجسد طوعا وأجرا دماه زكية تفوق صديق دماه
زكية فوق يا قربانا شهيا قرب عنا يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا لتكن يا رب تلبطنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد. ندرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات إلى أبد الآبدين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد وروحك القدوس لنا وإلى الأبد. السلام لجميعكم ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحي الغافر وأمام جسدي مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، أهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير، ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال قائ والنقاوة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح يعطى لي لمغفرة خطاياي وللحياة الجديدة. أمين. أعطينا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في سناك، كل ما دون وجهك الجم وهم.
ربي رد الأهوال أقبلنا يضربنا وجد لا تما خلاك يجود ربي جلت يمناك لتعرف القبض فمن منك ربي لا يستزيد كلما غبت الحساسين من ماء رنت حلوة إليك بشكري وتعالت إليك في لفتة الصبح صلاة من زقزقات وزهري أعطينا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في سناك كل ما دون وجهك الجم وهم أعطينا ربي أعطينا أن نراك جمعت ربي الخالقة في صوتي تناجي وسبحت تتغنى وتملت في رفعة رأسي والطرف جثوا من ركبتين ووهنا وأنا أستجير بالرحمة الأولى بنور الأنوار بالينبوع أن تقبل ربي قرابي حبي ورجائي وزلتي ودموعي أيضا وأيضا بك يا رب نعترف وتسبيح إليك نرفع لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي أسقيتنا يا محبا للبشر ارحمنا ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها لا تخجلنا بخطايانا بل عضدنا وخلصنا فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس لنا وكل آوان وإلى الأبد آمين. منشكرك يا رب على تناول جسدك يلي عم يغنينا ويروينا بقلب عالم بحاجة لشهود منشكرك على كل لحظة كنت فيها معنا ونحن مش عارفين منشكرك على عطاياك يلي ملي حياتنا ونحن مش عارفين مصدرها وخلي يا رب حضورك يتجسد بأعمالنا وبحياتنا اليومية آمين السلام لجميعكم ومع روحك أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك احفظهم بصليبك وكلهم ستراً وملجاً وكملهم بفيض بركاتك فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس لنا وإلى الأبد آمين
اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي، مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح رب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. تفضلوا إذا بتريدوا. نشكر بداية أكيد أبونا شربي الخادم الرعية وكل معاوني وكل أبناء الرعية، وهلأ كلمة الإقليم مع مدام أورور. حضرة الأب والكرم رئيس رابطة كاريتاس لبنان، حضرة أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عزار، حضرة منسق عام أقاليم كاريتاس لبنان الأب رولام راد، حضرة كاهن رعية السيدة مار أغسطينوس الخوري شربي المسعد، حضرات الراهبات المحترمات سعادة النائب الياس حنكش، حضرة ممثل سعادة النائب إيدي أبي اللمع سيد ركوز مزرعاني، حضرة معالي الوزير ملحي مرياشي ممثلاً بالسيدة إليسار جعجع، سعادة السفير جوني إبراهيم وسيدة عقيلته مايا، حضرات رؤساء البلديات والمخاتير وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية، حضرات ممثلي الجمعيات الخيرية والاجتماعية والكشفية، حضرة الدكتور ريتر حيم مديرة عام رابطة كاريتاس لبنان، حضرات أعضاء الرابطة المارونية، حضرات رؤساء وأعضاء الأقاليم كاريتاس لبنان، سيداتي سادتي أيها الحفل الكريم، نلتقي هذا المساء حول شبيبة نلتقي هذا المساء حول ذبيحة إلهية بمناسبة القداس السنوي لإقليم المتن الثالث في كاريتاس لبنان. إن ارتباط عملنا الإنساني في كاريتاس بكينونة الله تتعدى ارتباط المؤسسة بالكنيسة الكاثوليكية. تعرب كلمة كاريتاس من اللاتينية بالمحبة المسيحية للبشرية، ويقول إنجيل يوحنا: من لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. في البدء كانت الكلمة، والكلمة كان الله. فكلمة كاريتاس هي كلمة الإله، ورسالة كاريتاس هي رسالة الله، وما بحبتكم لكاريتاس هي تعبير عن محبة الكلمة للكلمة. أيها الحضور الكريم، لا يسعني سوى أن أشكر كل من يعمل على إنجاح رسالتنا الإنسانية، لا سيما من ساهم في تنظيم هذا القداس الإلهي وحفل الاستقبال، وأخص بالذكر رئيسنا الأب والكرم ومنسق أقاليم كاريتاس الأب رولام راد، وكاهن رعية السيدة مار أغسطينوس الخوري شربي المسعد، وبلدية وشرطة بلدية بيت مري. كما أنوه بالعمل المهني لوسائل الإعلام التي رافقتنا، خصوصاً محطة تايت لليومير والأم تي في، وكذلك لجنة الإعلام في كاريتاس لبنان وشبيبة كاريتاس وشوكة الرعية على نشيدها الملائكية. أخيراً وليس آخراً، أشكر اليد الخفية التي تعمل بجهد وصمت في سبيل تحقيق المشاريع الإنسانية ضمن نطاق صلاحية إقليمنا وعناية لجنة إقليم المتن الثالث في كاريتاس لبنان. أهلاً وسهلاً بالجميع.